autonomic control عن طريق the Stibler nuclei to the cerebral bloodstream. Stimulation of the vestibular nuclei will stimulate vasodilatation of the cerebral blood vessel. So the blood flow through the cerebrum becomes increased. عشان to cope with the movements. لأن الموفمنت دي كنترول من فوق. كنترول بالسيربيلا. كنترول بالفستيبولار نيوكليار. والإكس راي يعني ده كله كنترول بالسيربرم. مفيش موفمنت هتتحرك إلا لما السيربرم يكون عارف عليها ومديها القوة بتاعتها. فلازم أزود البلاد فلو بتاع ده عشان يشتغل كويس. لو البلاد فلو ما زادش يحصل مشكلة. يعني في ناس كتيرة جدا فوق مثلا ايه 40 50 سنة تيجي تشيك تقول لك ايه أنا بحس بدوران الدنيا بتلف بيا. Very common هتسمعوها هتلاقي واحدة يعني مش كبيرة قوي حتى كمان تقول لك أحيانا بتلاقي في دوار الدنيا بتلف بيا وممكن أقع وخاصة لو كانت ديابيتك وخاصة لو كانت فاتي خيمة. ليه بقى؟ لأن بيحصل decrease في blood flow through the vertebral and the basilar وأدي vertebral أهو والبوستيريور سيربيلر أهو فبيحصل في حاجة اسمها vertebral basilar insufficiency. vertebral basilar insufficiency. البازلر ارتري ده اهو او برانش منه الانتيريور انفيريور سيربيلر ارتري بيدي ارتري يدخل في الانترنال اكوستيك ميثود ويدخل في الانر اير ويغذي كل الانر اير. هذا الارتري اسمه لابرنساين ارتري ويغذي الكوكليا ويغذي الساكيول ويغذي السيربرال كانال. هذا برانش من البازلر ارتري او اس برانش بتاع الانتيريور انفيريور سيربيلر. لما بيحصل في الاولد ايج او دايابيتك ابص الاقي فيه بيحصل نروينج لهذا الفستيبلو الفستيبلو بازلر سيستم ويحصل فيه انسفشنس يعني الدم اللي ماشي فيه مش كفايه. طب دم اللي رايح ليه الان ار اير مش كفايه. فالفانكشن بتاعت الفستيبيول مش كفايه. Very common اسمعوها. Very common. مش شرط تهدى الايج. ايه؟ ممكن ده بص اكزامينيشن سندروم. بس ده هتطلع من امتحان. لغاية ما تروح البيت زي اللي بتلاقي. فده very common اسمعوها. بتعتبره بزر انسفشنس. إلا في البيبول خاصة لو كان دايابيتك خاصة لو كان هادي هبص الاقي العيان يشك من فرتايل ولا تعبريها ولا تخوفيها بحاجة خالص انا قلت له كلام فاضي هتديها بس فازو دايتور للسيربرال بلاد فيسل دوت حاجة اسمها ستاجروم هبص لها تاني يوم قلت لها كان ان شاء الله دايتور كويس فهمتني فده من ضمن ايه عشان بلاس سبلاي بتاع الانر اير بتاع الفيستيبيول اللي هو فيه سيمي سيركل كانال ويوتيكو سيركل بلاس سبلاي جاي من اللابرنساين ارتري برانش فروم ذا بازلر ارتري واللابرنساين ارتري ده هو بيدخل عن طريق مين؟ الانترنال يوتيكو عارفينها ولا ارسمها؟ مش البرين مش البيزوز سكال اهو وادي لسه رونجوس لسه رونجوس ماي الفيتراس باتو ذا تمبرال بون فيتراس باتو ذا تمبرال بون وعليها هنا اهو شفتوا الفتحه دي؟ شفتوها؟ ده الانترنال اوديتريمير الفتحه دي داخل فيها ثلاث حاجات طالع منها الفيستيبولار نير وطالع منها الكوكليار نير وداخل فيها اللابرنساين ارت
إلا بالإنسان أرض. ولذلك أنا قلت لكم قبل كده على فكرة في كيسز كتيرة جدا في الحتة دي اللي أكوستيك نيروما، أكوستيك نيروما ده تيومر طالع من الشيز ده أهو هيعمل لي فيرتايب وتينيتس ولوس الهيلينج افكشن وفيرتبرو فيرتايب وفيرتبرو بازر انسفشنسي كل ده كله ما عدا التيومر. مش كده كمان مهم جدا كمان نمرة سبعة نسيت انا نمرة سبعة داخل الاقي سبعة فيشيا الاقي تمانية تيري الاقي الفيستيفلر فيرتايبوز وداتينيتاس والفيرتايب نتيجة فيرتيبرو سفيشنسي التركيبة دي كلها التلاتة التركيبة ده هي ما تجيش إلا مع تيومر عند الانترنال أكوستيك نيبس والتيومر المشهور قلت لكم أكوستيك نيروما أكوستيك نيروما عند هذا الفرق يقول لك في امبارد في الهيرينج وبص الاقي العين بالشكل من فيرتايكو وبص الاقي العين بالشكل من الفيس بتاعه وفي هايبر اكيوسس والاقي في الديكريس سكريشن اللي ما فيش لاكريميشن ومش عارف اعرف ان التركيبه دي كلها ما تجيش الا في المنتهي. هو از ذا كومن سايت اوف ذا ليجن انتينال ستريميتس مش عارف سوبيرتر فيشر جاجلر فرامل هايبوجلوستر وهكذا دي الخمسه لكن اعرف ان هو ده في الانترنال ديترينيتس لان دول التلاته داخلين. طيب في ديزيزز مرتبطه بهذا الايه؟ الفيستيبوليزس ودي مهمه جدا طبعا لان زي ما قلت لكم ان تنزل كيسز. في حاجه اسمها خدتوا المنياز ديزيز؟ لا لا المنياز خدتوا السكن الموشن سيكنس؟ خدتوا الموشن سيكنس؟ ايوه ايه؟ خدتوا البناين باروكسيزمال بناين باروكسيزمال بوستشر فيرتايجو لا من سنة كام؟ تعال متأكدين؟ بناين باروكسيزمال بوتشر ابص الاقي دي ناس تقيلة يجي يحرك رقبته مثلا بانجل كده اهو يجي له دوخه جامده في سيرتن بوزيشن بس يعني حركه لفوق يجي له لكن لو حرك كده حرك كده ما يجيلوش ابدا هي وباروكسيزمال تيجي فجاه معناها باروكسيزمال وبناين ملهاش اي ضرر نهائي عشان كده سموها بناين لان ملهاش اي ضرر باروكسيزمال تيجي فجاه ولها شورت ديوريشن تقعد فيو سكندز وتلاقي فيه دوران دي بيسموها الباروكسيزمال باروكسيزم في كيس فيها كيس عليه باروكسيزمال باروكسيزمال بوستشر فيرتايب بوستشر يعني لازم اعمل بوستشر معين وباروكسيزمال تيجي فجاه وبناي ملهاش اي ضرر وما معهاش هيرنج افكشن. ما معهاش هيرنج افكشن خالص. يعني اقول له استمع يقول لك استمع ما فيش اي مشكله فيه ولا بيحصل فيه اي حاجه في السمع. لكن هي بالظبط الفيرتايب. وتقعد فيو سكند وتروح. هل ليها علاقه بالبوستشر هايبرتنشن؟ لا. دي ليها علاقه بايه بقى؟ مش انتوا عندكم الماكولا وادي الهير سيلز وكان في هنا كريستالز
كالسيوم كربونيت. كالسيوم كربونيت ده بعضهم بقى ديتاتش بقى فري، هم دول اصلا موجودين في الساكيول وموجودين في الايه؟ في الساكيول والايه؟ واليوتريكل. صدقوا بالله والله ما انتوا فاهمين حاجه، عشان قاعدين كده هو ايمليس هوبليس ريكفري. انتوا ليه قاعدين كده ليه؟ لعلمكم الخاص انتوا ناس ممتازه جدا جدا، يعني كل واحدة منكم دي جوهرة كبيرة. ما تقعدوش متنحين لا أبدا. عايزكم تجتهدوا وتاخدوا وتسمعوا وتشوفوا. لأن أنتم ما أنتش شوية أنتم. ما تقعدوش كده قاعدة كده أهوت وقاعدة بتفكري في حاجة تانية خالص نهائي، تنكر شوية ويمشي ويروح في 60 داهية نخلص منه. بلا باروكسيزمال بلا بتاع، باروكسيزمال إيه اللي هيجي لنا عليه ده؟ بعد الكريستال ده هي دي زي ما كان بقت فري تيجي داخله في مين؟ في ستيم سيركلر كانال. ده مش مكان. اما اجي اعمل بوزيشن للهيد بتاعي المفروض ان الكريستال ده هي الاندر جرافيتي هي اللي بتحركها وتعمل استيميشن للهيد سيل وتدينا البوزيشن. السيم سيركلر كانال ديت اصلا انجلر اكسلريشن. لما يحصل انا بحرك راسي فيرتيكال يعني فيرتيكال بس ايه؟ لينيا كل لينيا ابص الاقي السيم سيركل الكنال اللي هي المفروض تتحرك مع الانجلر موفمنت حصل لها ستيموليشن فيحصل لي دوران. طب في كل مره يرفع راسه زي كده كل مره يسلم نفس الشيء؟ مش كل مره بس كتير جدا. تبص انا نازل لك لما ارفع راسي لفوق اجيب حاجه من الرف ابص لنفسي بص ما اقدرش. عارف ان في كالسيوم كريستالز هربت. تيجي قايله له في كالسيوم كريستال هربت. اجي متخانق معاك كالسيوم كريستال احنا بنبيع سكر هنا. بناين باروكسيزمال بوستشر ذات تايب. الهيرنج از بريزيرف. انا ماليش دعوه بالهيرنج خالص. ده الكالسيوم كريستال هي اللي هربت. وراح اتعمل استيميشن سيم سيركل كانال. مال انا؟ مال الهيرنج بتاع الهيرنج بتاع زي الفل لن يتاثر. الهيرنج لن يتاثر. طيب لابرينسايتس ما تقعش؟ لا لابرينسايتس معناها التهاب الاذن الداخليه. اوتيتس ميديا التهاب الاذن الوسطى. لابرينسايتس التهاب الاذن الايه؟ الداخليه. اذن داخليه فيها مين ومين؟ فيها الكوكليا وفيها الفستيبل الاثنين طالعين مع بعض. كوكليا نيرف والفستيبل. فبص الاقي العيان هيشتكي من برتايب عشان افكشن لمين؟ للفستيبل. وهنلاقي هيرنج او ديفنس كمان للهير ده هيرنج افكشن عشان افكشن لمين؟ لل ولاقي في تينيتس تينيتس يعني ايه؟ طنين في الاذن طنين طنين على وزن رنين على وزن ايه تاني؟ حليب حليب ايه؟ رنين على وزن ايه طبعا؟ حليب حليب ايه؟ حليب امين؟ رنين على وزن امين صح؟ حليب حليب وايه تاني على وزن ايه؟ حليب حليب حنين حليب 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 انما لو سؤال تاني كمان لابرنسايتس في كيس لابرنسايتس عيان عنده لابرنسايتس وفي قوسين انفلاميشن للانر
موست بروبلي كان داعم للكومبلين من ايه ويجيب لي واحده منهم ويجيب لي حاجات تانيه. لكن ده بكتايب وفيها لص او جيم وفيها تنفس وفيها نيوسيا. دايما الفستيبلر ابريتس لما يتضرب الاقي النيوسيا والفرتايبو مع بعض. النيوسيا والفرتايبو مع بعض تمام. لابرين سايتس مش حط في الباثولوجي البريمير الزيت او حتى في الفارما؟ لا لا. اقول لكم كلمتين برضو معلش عشان هو انا عارف انا بقول ايه. المنيان ديزيز، المنيان ديزيز ده هو البريشر في الاندوليمف عالي، انكريز اندوليمف بريشر. ايزر كونجنتال ايزر اكواير، لكن السبب مش معروف. البريشر بتاع الاندوليمف عالي، فهبص الاقي العيان يجي يشتري من برتايكو عشان افكشن للفيستيبلر الفيستيبيول والريسبتورز بتاعته. نمرة اتنين، أبص ألاقي العيان في هيرينج لوس، لكن الهيرينج لوس دي مش دايما باروكسيزمال وتروح، مش زي التانية اللي برنسايت. برنسايت ما بيسمعش عن الاوتيتس اللي لكن ده مش بيرمننت، مش بيرمننت دي. أبص ألاقي شوية يسمع وشوية ما يسمعش، يسمع اللي هو عايزه ما يسمعش. في ناس كده تبص تلاقيها يقول لك انا مش سامع ما بسمعش، وبعدين لو لقيت موضوع مهم اسمعه في الرياضه كله. فده بروكسيزم وفي تنمس ونيوسيا وفرتايبو، ده نتيجه بريشر عالي للاندولين. والسبب بتاع حد بريشر عالي اسمه الموشن سيكنس. خدتوها لما يحصل فيه موفمنت الاوبجكتس وانت ستيبل في مكان. هبص على نتيجه الاوكلر موفمنت ده هي، ومع ان الجسم از نوت موف هبص على العين يجي شكل نيوزيا وفومتنج احيانا وفرتايبو. دي الموشن سيكنس ديو تو اوكلر ستيبولار، لان انا بشوف حاجه بتتحرك وانا واقف، ودي حاجه دي بتحصل لي احيانا بصراحه، بتحصل لي كذا مرة. بص تلاقي مثلا ايه قاعد مثلا في اسكندرية، اسكندرية فيه مطاعم على البحر جوه البحر، فلما اقعد وبص الاقي المية والمية الموج بيتحرك وانا قاعد في مكاني الاقي فيه دوار، ما ببصش للمية خالص، ابص في الاكل. وهبتدي ناكل احنا مش عايز يا عم نسكت شويه مش فاهم، لان انا لو بصيت هنا ادوخ. تحصل لي مليار تزيد ده. موشن سيكنس وانا راكب عربيه. لو ركبت في الكرسي اللي وراني ده. وقاعد ما اعرفش وبعدين بعد شويه ابص الاقي ايه في دوار. نبص لل او القطر، القطر لا مش القطر، الاتوبيس. حصلت لي مره في اتوبيس وانا كنت رايح في اسكتلندا ورايح من لندن لادنبرا وراكب الاتوبيس، كنت رايح امتحن في ار سي اس، فقاعد اذاكر في الاتوبيس وانا قاعد اقرا في الاتوبيس، والاتوبيس بيتحرك ناحيه وعينيا بتتحرك ناحيه تانيه.